النجمة المتألقة دائما شيفا عبده، النهارده يمكن حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، كلميني النهارده عن حضورك. عايز اقول اهلا بلبنان، كل سنه وهم طيبين. مهرجان السينما الدوره 37 بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. طبعا رحل عننا الفنانه الكبيره جدا فاتن حمامه، والممثل الاعلامي عمر الشريف، والممثل الجميل جدا طبعا نور الشريف، الله يرحمهم برحمته وربنا يطول في عمر الموجودين ان شاء الله. من النهارده حضورك النهارده حفل الختام احنا طبعا بقالنا سنين بنيجي على مهرجان السينما، انا ما قدرتش اجي في الافتتاح كنت عيانه الحقيقه، لكن الحمد لله جيت الختام وربنا يوفق. دايما في فيلمين مصريين في المهرجان ان شاء الله ربنا يوفقهم باذنك يا رب. شايفه ان السبكي انقذ المهرجان زي ما بيقولوا؟ والله كتر الف خير ان في فيلمين، وفيلم سامح عبد العزيز، فيلم الاكرم لكريم السبكي، اخراجين مهمين جدا، والفيلمين بيقولوا كويسين قوي، ربنا يوفقهم ان شاء الله. النجمه المتالقه دائما سوزان نجم الدين، كلميني النهارده عن حضورك المهرجان. اهلا وسهلا فيك، تسلم. انا هيدي الشاشه كثير بحبها على فكره. امبارح جيت من سوريا من مهرجان تكريم الدراما السوريه من سوريا، وهلا عم بحضر مهرجان بمصر، ختام المهرجان السينمائي. هذا دليل على انه الفن اقوى من كل الحروب، هذا دليل انه نحن بخير، بلادنا بخير، سوريا ومصر بخير ان شاء الله، ولبنان بخير، وكل البلاد العربيه باذن الله حتكون اقوى من كل الازمات ومن كل الحروب اللي عم تحاول تفرقها وتحاول تشرزمها وتحاول تمزقها. الفن رساله كثير كبيره وما في شيء بيوقف في وشه. كلمينا بقى على الاعمال الفنيه اللي جايه، وتحضري لنا ايه جديد عندك؟ عم بقرا هلا، لسه ما استقرت على شيء، بس في شيء عربي وفي شيء مصري ان شاء الله. الراي النهارده يمكن حفل ختام مهرجان القاهره السينمائي، كلمينا النهارده عن تواجدك، ويمكن حضرتك عضو في لجنه التحكيم. انا يعني موجوده كعضو لجنه التحكيم في مسابقه سينما الغد، هي مسابقه للافلام القصيره الدوليه، ويعني استمتعت الحقيقه، كان في 30 فيلم من العالم كله، كان في مستوى جيد. انا بحضر يعني فيلم كذبه كل يوم وفيلم مولانا، بس يعني دلوقتي المهرجان بس.